بطاطا 4 دراهم ونص في مدينة بركان 90 دورو. أيا البصلة 2 دراهم للكيلو 140، هذه 7 دراهم، هذه صغيرة شوية 7 دراهم، نتاع كبيرة 8 دراهم. والقرنية 3 كيلو ب 5 دراهم، 3 ديال الكيلويات غير ب 5 دراهم، اللهم بارك. السلام عليكم اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وجولة جديدة بمدينة بركان وبالضبط بالسوق الأسبوعي ديال يوم الثلاثاء. مرحبا بكم في صفحة وقناة اليماني، نتمنى تكونوا مزيانين نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو جولتنا هنايا في السوق الأسبوعي بمدينة بركان، نشوفوا الأسمنة ديال الخضر. خليكم معنا، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم، شكرا لكم على المشاهدة ويلاه نمشي. قبل ما نبداو ان شاء الله نشوفوا الخضر، نضربوا واحد العصير نبردوا شوية. واه واه الكاس، شوف الطريقة الجميلة والرائعة، الصمت ديالك شكرا. شحال البطاطا المهم؟ 90 فرنك. هو هذا الخير 4 دراهم ونص، اللهم بارك. بطاطا 4 دراهم ونص في مدينة بركان 90 دورو. هو الدلاع دخل 10 دراهم، 10 دراهم الحبة الدلاع، اللهم بارك. 200 درهم. هو القرنية 3 كيلو ب 5 دراهم، 3 ديال الكيلويات غير ب 5 دراهم، اللهم بارك. الخير موجود هنايا في السوق الأسبوعي مدينة بركان. المطيشاتو 8 دراهم، 8 دراهم اللهم بارك. 8 دراهم مطيشة 160. شحال هذا المطيشة؟ 140، هذه 7 دراهم، هذه صغيرة شوية 7 دراهم، نتاع كبيرة 8 دراهم، اللهم بارك. قال لك شحال الخيار المود؟ الخيار 6 دراهم. هو الخيار 6 دراهم. الزرودية شحال؟ الزرودية 100 دورو. والكريني؟ راني كنصور انا، ماشي هادي راني. شحال قلت لي؟ 240 ياك؟ 12 درهم، 12 درهم. هي هادي 4 دراهم، اللهم بارك. 10 دراهم. الفلفلة الحلوة هادي ولا الحرور الحلو ولا المهم، كل واحد كيقول له 10 دراهم، اللهم بارك. شحال قال لكم المشمش؟ 400 دورو، 20 درهم، 20 درهم المشمش اخويا. تبارك الله، هاد مول الزيتون هذا كل ما نجي هنا كتعجبني هاد التستيفة هادي اللي كيدير، كيدير واحد التستيفة رائعة للزيتون. شحال البطاطا؟ 100 دورو، 5 دراهم، 5 دراهم البطاطا، شوفوا تبارك الله الخير. هيا البصلة 2 دراهم للكيلو، 2 دراهم للكيلو. المطيشاتو 8 دراهم، 8 دراهم اللهم بارك. 8 دراهم مطيشة 160. ها هو التفاح 17 درهم الكيلو. شوفوا تبارك الله التومة 35 درهم الكيلو، اللهم بارك. منين؟ تعرف بلديه، تعرف، اللهم بارك. تبارك الله، الله يسخر العزيز، الله يحفظك. البنان اخوتي، البنان 15 درهم، التفاح حتى هو 15. كما قلت لكم الخضر بالمقارنه مع الاسواق اللي فاتوا، يعني الخضره رخيصه ولكن الفواكه غاليين. البطاطا راكو كما شفتوا 5 دراهم، من بعد ما كانت تدير 12 درهم ولا تدير 5 دراهم. البصل عاوتاني حتى هو ولا يدير 2 دراهم للكيلو، يعني هاد كنهضروا على الاساسيات. الزروديه، الجزر، وثاني كما قلت لكم الزروديه ولات دير 4 دراهم. يعني الاثمنه نتاع الخضر هودت شويه عكس الفواكه اللي زادت طلعت. المهم اخوتي واش نقول لكم، الخلاصه هو الحمد لله بعدا
كما شفتوا الاثمنه ناقصه شويه على من قبل من بعد راه المره اللي فاتت ملي كنا جينا السوق كانت الدواء غاليه. اليوم الاثمنه هودوا شويه بالمقارنه مع الاسواق اللي فاتت. شكرا اخوتي، نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، ما تنساوش تبارطاجوا مع احبابكم واصحابكم باش يشوفوا الاثمنه اللي كاينه هنايا نتاع الخضار في السوق الاسبوعي يوم الثلاثاء بمدينه بركان. والسلام عليكم.